فسكم الردة، قد يكون هذا المقصود، لأن مثلا المغيرة بن شعبة قال ما سأل، كما في صحيح البخاري قال ما سأل أحد من النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ما سألته، قال ما يضرك منه، قال إنه يقولون إن معه نهر ماء وجبل خبز، قال هو أهون على الله من ذلك، إنه معه في بعض الروايات إن معه جنة ونار، قال هو أهون على الله من ذلك، هو أهون الدجال إلى أنه يبدل الإيمان في قلوب المؤمنين، لكن يزلزل القلوب، يزلزل القلوب. إذا من سمع بالدجال فلينأى منه، فوالذي نفسي بيده إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث من الشبهات. ولذلك قالت أم شريك لينثرن رجال من أمتي من الدجال في الجبال، يخافون على أنفسهم، لأنه يعطى بعض الأشياء من خوارق العادات يجريها الله عز وجل على يده فتنة للناس وامتحانا، من يثبت من لا يثبت. لذلك قال خفض فيه ورفع، وقيل خفض في صوته ورفع، حتى قلنا أنه في خرج، قلنا خرج. مرة في التسعين لما جيت هنا لفرنسا في جنوب فرنسا في سنة 1990 في منطقة في مسجد في تولوز، تكلمت على الدجال، فحدثت بلبلة في قلوب الناس في المسجد، شنو هذه القصة يا جباش، شنو هذا العمر، وشنو هذا الدجال، وشنو، وكأنهم لم يسمعوا في حياتهم بهذا، فبلبلة فيهم. لكن لا يعني لا ألومهم أيها الإخوة، لماذا لا ألومهم؟ لأن بعض الأئمة يجيوا عابرين سبيل هنا يخدموا على أرواحهم، اللي يرقي يرقي واللي يكتب يكتب واللي الزرود الزرود واللي يخدم يجمع في الأموال يجمع بعد يروح خلاص، فلا يخلف مسألة يفقهونها الناس. وقد أخبرني بعض الإخوة في بعض المساجد مكث عندهم أئمة 20 سنة ما تعلموا مسألة فقهية قط، وش قاعد يدير 20 سنة؟ ماذا يفعل؟ هذا لا ألوم هؤلاء الناس، مساكن ما قراوش ما قراوش، سمعوش بها ما سمعوش بها، فحدثت بها. لكن أنا جبت هذه القصة ليس يعني ليس على سبيل الافتخار نسأل الله العافية، إنما على أن الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم باللي الدجال أخذوه باليقين، ماهيش خرافات وقصص وروايات قال باللي يجي يحكي لنا، لا خرج وراه في طائفة النخل. فلما رحنا إليه يعني في العشية عرف ذلك في وجوهنا، قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال غير الدجال يخوفني عليكم، يعني أنا لا أخاف عليكم من الدجال، مما أخاف أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. سميهم ما شئت، يخرج في كل جيل. الرياء، خوف ما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا بزهرتها فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتم، كما حدث، هذا اللي خاف عليه الرسول علينا. يكفي هذا، لا أطيل عليكم أيها الإخوة، سنتكلم في شأن هذا الحديث أكثر نصد فيه الكلام، كذلك في علامات الساعة الكبرى استقبل بعض الأسئلة. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعني وإياكم بما جاء في القرآن والسنة، وأن يجعلنا في عباده الصالحين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يتوفنا مسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. إذا كان هنالك سؤال جواب عليه، وإلا نختم اليوم. سيدنا الزكاة؟ لا زكاة المال، زكاة المال جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل
زكاة عمه العباس لسنتين، يجوز للمصلحة والضرورة والحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، لأن بعض الحوائج تنزل تلحق بالضرورات، أن يخرج الإنسان الزكاة قبل وقتها. أما إذا لم يكن هنالك لذلك، لم يكن لذلك ضرورة ولا حاجة ولا مصلحة، فإنها مؤقتة عند المالكية، لا يجوز إخراجها إلا في وقتها، لا يجوز تعجيلها عن وقتها ولا تأخيرها عن وقتها، لأنها مؤقتة لكن هذا الكلام فيه نوع من لست أدري، فيه نوع من الاحتياط فقط، وإلا فهناك بعض الزكاة غير مقدرة في حولها، مثلا زكاة المعدن، زكاة الركاز، زكاة الحرث، يعني سواء كان شعير وقمح وثمار وما يقوم مقامها، ما يقوم مقامها، هذه الزكوات هذه غير مقدرة بحلول الحول. مثل ما ملك الإنسان متى ما ملك نصابا وجبت فيه الزكاة في ماله، فيقاس على هذا، وخاصة كما قلت لكم إذا كانت هناك ضرورة وحاجة، مثلا بناء منزل لشخص أو إغاثة شخص، فيعطى له من الزكاة ويعجل له من الزكاة، ومصالح المسلمين مثلا كله جائز عند كثير من الناس. ثم أن مثلا الإنسان أدى نصيب من الزكاة، مثلا نحن الإخوان كنكون في عطلة، اللي تضع في الآمنة ومن يستحقها تبعث بها الإنسان قد لا يتصرف فيها حقيقة، فكان سبح مضطرين مثلا اللي يعني الحول ديالو الحول الهجري محرم ما كيجيش، ما يجيناش في العطلة، كيجينا مثلا حنا كنكونوا في العطلة وباقى شهرين أو ثلاثة أشهر كنخدموها، هذاك المال اللي يتزكى هل لما يصير الحول ذاك المال اللي يتزكى نضيفوا المال اللي هو موجود عندنا في الحول تحتسب به؟ وإلا يحتسب هو، هو أصلا هو نقل الزكاة لا يجوز إلا لحاجة أو مصلحة أو ضرورة. إذا كانت هنالك مصلحة أو ضرورة أو حاجة ينقل الإنسان عليها الزكاة من هذا البلد إلى ذلك البلد، فبالتالي عنده الحاجة والضرورة والمصلحة في تعجيل زكاته، فهذه مرتبطة، هذه مرتبطة مع هذه، لأنه إذا كان لا يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلا لمصلحة وضرورة وحاجة، هذا الذي قاله الفقهاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث تؤخذ حديث عبد الله بن عباس في الصحيح، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، كلمة أغنيائهم وفقرائهم كأنه يعني بذلك المكان. فإذا كانت مصلحة أو حاجة أو ضرورة من أجلها الإنسان نقل الزكاة، هي نفسها الحاجة والضرورة والمصلحة التي من أجلها عجل الزكاة، فإذا عجل الزكاة في السنة المقبلة لا يحتسب هذه الزكاة، يحتسب غير المال الذي يدور عليه الحول. يدور عليه الحول فقط، لأنه خرج زكاة حول أو حولين. لكن ممكن الذي فهمته من سؤالك يعني هل دخل مال جديد؟ نعم. دخل مال جديد، هذا المال الذي دخل جديد إذا لم يكن نصابا فإنه لا شيء عليه، لأنه لا تجب فيه زكاة لحتى يكون نصابا، فإذا لم وبالتالي فيبقى هذا يحسب، لأننا نحسب، إحنا ماذا نحسب؟ نحسب بالعبرة بآخر، كما في مذهب الأحناف العبرة بآخر الحول، بسواء ولو دخل البارحة وإن كان في هذا لم يدر عليه الحول، ولكن يضم إلى رأس المال الذي دار عليه الحول، فبالتالي يترك هذا المال لأنه ليس نصابا. فإذا أخرج الإنسان الزكاة للسنتين المقبلتين أو للسنة بعد السنتين، فإنه يضمه إلى
يضمه إلى رأس المال الذي زكاه ويخرج عليه الزكاة جميع. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.